دكتور ممدوح النحاس، أستاذ ورئيس قسم الأمراض الباطنة بكلية الطب بورسعيد. الحقيقة إحنا هنتكلم عن موضوع مهم جدا لمريض السكر، وهو القدم السكري. مشكلة القدم السكري إن كتير مننا بيعتبر إن القدم السكري هي الغرغرينة والمراحل المتقدمة من القدم السكري، والحقيقة ده خطأ كبير جدا، لأنه الغرغرينة والمراحل المتقدمة من القدم السكري ما بتحصلش فجأة، إنما بيسبقها مراحل كتيرة بتحصل قبل منها، زي مثلا على سبيل المثال قرحة القدم السكري والنقص الشديد في الدورة الدموية والتهابات القدم وما يعرف بمرض شاركو. الحاجات دي برضو ما بتحصلش فجأة، لكن بتحصل بسبب وجود عوامل مساعدة للقدم السكري، زي مثلا التهابات الأعصاب الطرفية وقصور الدورة الدموية وعوجاجات وتشوهات القدم. الحقيقة مهم جدا ان احنا نتعامل مع مريض السكر في المرحلة دي علشان نمنع تطورها الى مراحل متقدمة. على سبيل المثال، لو المريض عنده التهاب في الأعصاب الطرفية، كتير مننا بيعتبر ان التهاب الأعصاب الطرفية دي مشكلة بتؤدي الى آلام في القدمين، لكن الحقيقة الأخطر من كده انه التهابات الأعصاب الطرفية بتؤدي الى فقد الإحساس بالقدمين، وده بيترتب عليه انه مريض السكر ممكن يتعرض لحروق في القدم وممكن جروح في القدم من غير ما يحس. الحقيقة كتير جدا ما بنشوف ان مريض السكر رجله ممكن تتحرق باستخدام مية سخنة زيادة عن اللازم من غير ما يحس. وعشان كده أي شخص عنده التهاب في الأعصاب الطرفية لازم ياخد باله كويس جدا من رجله، لازم يفحص رجله كل يوم بعينه ويتأكد ان مفيش فيه أي حاجة غير طبيعية، يهتم جدا بقص الضوافر، لأنه فقد الإحساس بالقدم ممكن يخلي المريض وهو بيقص ضوافره يجرح رجله، وساعات دي بتبقى بداية لمشكلة كبيرة أكتر من كده. مهم كمان أن مريض السكر يهتم بالحذاء الطبي، لأن الحذاء الطبي الحقيقة مهم جدا في المرحلة دي، لأنه بيؤدي إلى حماية القدم وإنها ما تتعرضش لإصابات خارجية. الحاجة الثانية وهي قصور الدورة الدموية. الحقيقة قصور الدورة الدموية في الأطراف في الرجلين زيه زي قصور الدورة الدموية في القلب وفي الشرايين المخ، مهم جدا ان احنا نتعامل معاه بمنتهى الحرص. محتاجين نتجنب العوامل المساعدة زي زيادة الكوليسترول، زي زيادة الضغط، زي زيادة الدهون، زي السمنة، زي السكر، كل ده حاجات لازم تتظبط كويس. لو حصل قصور في الدورة الدموية في أدوية كتيرة ممكن تستخدم في العلاج، مش لازم نستنى لما نوصل لمراحل متأخرة. كمان لما بيحصل قصور في الدورة الدموية في أطراف الرجلين لازم نبقى عارفين إن ده ممكن يكون مصاحب له قصور في الدورة الدموية في القلب أو في الشرايين المخ، فلازم يبقى فيه تقييم كامل للمريض علشان نتلافى كل هذه المشاكل. من ضمن الحاجات الحقيقة اللي لازم نهتم بيها هي اعوجاجات القدم. في اعوجاجات كتيرة في القدم بتحصل خصوصا في مريض السكر، اعوجاجات في الأصابع واعوجاجات في القوس القدم، فده غالبا بتؤدي إلى تشوهات في شكل القدم. صحيح في عمليات جراحية ممكن تتعمل لتصحيح هذه المشاكل، لكن أضعف الإيمان إن أنا أستخدم حذاء طبي يسمح باحتواء هذه المضاعفات وهذه الاعوجاجات. فأي مريض سكر عنده اعوجاجات أو تشوهات في رجله لازم يتأكد أن الحذاء اللي بيستخدمه بيحتوي هذه الاعوجاجات، ما تبقاش الرجل مضغوطة جوه الحذاء، لأن ده هيؤدي لحدوث قرح في القدم السكري. الحاجة الثانية برضو من العوامل المساعدة هي زيادة الضغط على باطن القدم. والحقيقة دلوقتي بقت في أجهزة تستطيع ان احنا واحنا ماشيين على رجلنا تقيس توزيع الضغط على باطن القدم، واذا كان في اماكن معرضة لضغط عالي نقدر نوزعه على بقية القدم. والأجهزة دي الحقيقة مهمة جدا انها تتعمم ويبقى في استخدامها على مجال اكبر. برضو من ضمن الحاجات اللي لازم ناخد بالنا منها الجلد. جلد مريض السكر معرض لمضاعفات كتيرة،
أشهرها على سبيل المثال تشققات الجلد، ودي بنشوفها كتير عندنا لأن كتير من الناس عندنا متعودة تمشي من غير حذاء جوه البيت وكده. فالتشققات دي الحقيقة بتكون البداية لمشاكل كبيرة، وعشان كده لازم نهتم بأن احنا نعالج التشققات دي. الحقيقة في كريمات كتيرة موجودة ممكن نستخدمها، لكن حتى لو دي مش موجودة ممكن نستخدم فازلين طبي أو أي نوع من أنواع الكريمات أو حتى زيت زيتون نقدر نطر بيه الجلد، بس المهم أن أنا استخدمه بصورة مستمرة. كمان عندنا حاجة شهيرة وهي تينيا القدم. تينيا القدم الحقيقة عندنا بتيجي دايما بين صوابع القدمين، وبتيجي بسبب أن احنا بعد الوضوء أو بعد غسيل القدمين ما بنهتمش بتنشيف اللي بين الصوابع، وده الحقيقة بيؤدي إلى فطريات بتحصل في بين أصابع القدم. عشان كده مهم جدا ناخد بالنا، لأن دي ممكن تكون بداية لمشاكل أكبر من كده. مهم جدا إن احنا نهتم بتنشيف بين الأصابع، ونهتم باستخدام الدهانات أو الأدوية لعلاج الفطريات. مهم كمان الأظافر، نهتم بالأظافر القدم، لأن أظافر القدم الحقيقة بتبقى لها مشاكل كتيرة في السكر، أهمها إن احنا الأظافر ما بنقصهاش صح. كتير من مرضى السكر ما بيقدرش يقص ضوافره بطريقة صحيحة، وده بيؤدي إلى إنه يعمل مشاكل كبيرة. عشان كده لو مريض السكر مش قادر يقص ضوافره صح، لازم يستعين بأي حد من أفراد الأسرة أو أي حد متخصص يعمل العملية دي. الأظافر ساعات تبقى أظافر متكلسة أو تبقى تخينة، ودي ساعات تحتاج لعلاجات خاصة. ساعات تبقى في فطريات في الأظافر، ودي برضو بتعمل مشاكل كتيرة. الحقيقة المعرفة بالقدم السكري هي أهم خطوات الوقاية من هذا المرض، مع تمنياتي دايما للجميع بالشفاء والصحة والسعادة.